أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه قد رعى جهود مواصلة تكريس النهج الحضاري لمملكة البحرين وإرثها الزاخر بقيم التسامح والانفتاح مما تجسد عبر مبادرات وطنية ودولية عدة من أبرزها مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي. وأشار سموه إلى أن ما يتسم به المجتمع البحريني من انفتاح واعتدال قد رسخ تباسكه وانسجامه عبر جعل التعددية مصدر قوة ومد جسور التواصل بين مختلف الأطياف. جاء ذلك لدى استقبال رؤساء الكنيسة الإنجيلية الوطنية وكنيسة القلب المقدس الكاثوليكية وكاتدرائية القديس كريستوفر وكنيسة القديس بطرس اليعقوبي السريانية الأرثوذكسية لسموه ممثلا لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى بمناسبة احتفالهم بعياد الميلاد بحضور معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وسعادة السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية وسعادة الدكتور خالد بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وعدد من أعضاء مجلس أمناء المركز. وقد هنأهم سموه بهذه المناسبة معربا عن اعتزازه بمشاركة الجميع مناسباتهم الدينية استمرارية لما تميزت به مملكة البحرين دوما من التنوع الثقافي. وقال سموه إن نهج الآباء والأجداد قد عزز ما تشكله مملكة البحرين من واحة للأمان وحرية الأديان ونقطة التقاء حضاري عبر التاريخ مما أثرى ثقافة المجتمع وأضفى على الهوية البحرينية الجامعة الأصيلة بعدا مميزا في قبول واحترام الآخر. من جانبهم أعرب رؤساء الكنائس الذين استقبلوا سموه عن شكرهم وتقديرهم لما أبداه سموه من مشاعر طيبة بهذه المناسبة منوهين بالنموذج الحضاري العريق في مملكة البحرين الذي يحتضن الجميع في أجواء من الحرية والاحترام والمحبة والسلام متمنين لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار ويديم الله عليها أمنها واستقرارها.